أود أن أعبر لكم عن سعادتي بمناسبة تنظيم بلادي لهذه الطبعة 15 للألعاب الرياضية العربية من 5 إلى 15 جويلية بعد فترة انقطاع دامت قرابة 12 سنة، تعزيزاً للعمل العربي المشترك وتماشياً مع القمة العربية قمة الجزائر قمة لم الشم التي تمناها وجسدها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كل الشكر والعرفان له لوقوفه الدائم مع الأسرة الرياضية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للرياضة الجزائرية على كل المستويات وتكريس كل الإمكانيات لجعل الجزائر قطباً للرياضة العربية القارية والإقليمية. ونجتمع اليوم في هذا الحفل البهيج، حفل افتتاح الألعاب الرياضية العربية، وبلدنا الجزائر تحتفي بعيدي الاستقلال والشباب المصادف لخامس جويلية 2023. هذا العيد الرمز للتضحية والبطولة. ستكون بدون شك هذه الألعاب إضافة ومحطة أخرى في مسار تاريخ الشعب الجزائري والشعوب العربية جميعاً في أرض الجزائر، أرض الأبطال والنضال.